المكان، ربما قربه من السفارة الإيرانية يريح هؤلاء للسكن فيه. المعلومات الأولية تشير إلى سقوط شهيدين من هؤلاء السكان الإيرانيين المدنيين. أود أن أضيف على ما قاله الزميل حمزة الحشحسن إلى أن العدد الأكبر من سيارات الإسعاف توجه الانتقال إلى الـ إلى 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 الاجتياز أمام سيارات الإسعاف، لذلك فقد تم سلوك الطريق الأسهل والأسرع، ونرجو من الله تعالى أن لا يتجاوز عدد الشهداء محيط أو قرابة 15 شهيدا، والجرحى الذين تحدثت عنهم أنهم حوالي يعني يتراوحون بين 100 و200 جريح الشهداء أو إصابات داخل المبنى، ولكن في محيط السفارة الإيرانية وفي الشارع الممتد طلعت السفارة الكويتية التي أيضا أود أن أشير إلى أنها تبعد حوالي 500 متر عن مكان وقوع الانفجار، خالية من أي جثث أو جرحى في الشارع، سريع جدا وبشكل عاجل، وسمح لوجود مستشفيات محيطة بهذه المنطقة. نعم، السؤال موجه لي. نعم تفضل ضياء. صحيح. نعم، باستثناء الخبراء العسكريين من الجيش اللبناني لم تصل حتى نوعية المواد المستخدمة وزينتها والطريقة التي حصل بها الانفجار. أعتقد الآن أن العمل الأمني الآن في هذه اللحظات مركز على الصور التي التقطتها الكاميرات ضياء في هذا المكان تساعد في معرفة هوية من قام بهذا التفجير، إن كان الانتحاري يعني قبل أن يفجر نفسه أو من ركن السيارة يعني تصدي للجثة نتيجة العصف الذي حصل، ولكن لم يكن هناك جثث متناثرة باستثناء أشلاء لجثة واحدة، مما يرجح حتى الآن.